قد يتفاجأ كثيرون أن صاحبة هذا المكان الجميل لا تتجاوز 27 عاماً من العمر. ملاك البغدادي ريادية صغيرة بسنها، كبيرة بخطواتها وشجاعتها التي دفعتها للمغامرة وتأسيس هذا المشروع الريادي، والذي أسمته فاكتوري إكس كأول مساحة حرة في مدينة نابلس. طبيعة المشروع هو عبارة عن مساحة عمل مشتركة. مساحة عمل مشتركة هي مكان بجمع المهنيين والطلاب في مكان واحد، بيوفر لهم جو هادي، بيوفر لهم كل الخدمات اللي بتلزمهم لحتى يقدروا يركزوا بمشاريعهم وشغلهم. في بداية المشروع احنا ركزنا على الطلاب، عملنا مقابلات قبل ما نفتح المشروع مع طلاب، واكتشفنا انه هن يعني محتاجين مساحة هادية يقدروا يتعرفوا فيها على بعض كطلاب من تخصصات مختلفة، وكمان انهم يلاقوا مساحة يقدروا يركزوا فيها ويدرسوا دراستهم بدون اي نوع من انواع التشتيت. فالشغل من البيت والشغل من الكافيهات كان جدا صعب بالنسبة لي، وفكرت انه زي ما في اماكن زي هيك موجودة برا بتخدم الناس المهنيين، ضروري يكون هيك شيء موجود برضه بنابلس. والحمد لله انه الفكرة كثير عجبت الناس، والناس حسوا انه الاشي كتير ملائم لإلهم. طول الوقت كان هذا الاشي ناقص بس مش عارفين يحطوا عليه مسمى، وانا حطيت عليه هذا المسمى وسميته فاكتوري اكس كووركينج سبيس، او مساحة العمل المشتركة فاكتوري اكس. رغم مرور اقل من عام على انشاء مشروعها، الا انها فكرت فورا بتوسعة المشروع الذي كان طلبة الجامعات حجر اساس له، ولكنه الآن يخدم أيضاً المهنيين والعاملين بشكل حر، فوفر لهم فاكتوري إكس مساحات للعمل بشكل فردي وجماعي. وحالياً الحمد لله إحنا قدرنا نتوسع، وكمان أنتم موجودين حالياً بفاكتوري إكس هاب، وهو مساحة بتجمع الناس المهنيين. في عنا ناس بيشتغلوا بالديزاين، في عنا ناس بيشتغلوا بالعمارة وبالهندسة، وناس بيشتغلوا بالتصميم والبرمجة. بشكل عام حابين نجمع الناس المهنيين الموجودين في نابلس في محل واحد. توسعنا من شيء أسبوعين، وبنتأمل أكيد إنه المهنيين يتعرفوا على هاي المساحة ويجوا يجربوا يشتغلوا منهم. كثير كان مهم بالنسبة لي إنه أهلي ما وقفوا بطريقي، يعني سمحوا لي انه انا اجرب بالحياه، وهذا الشيء كثير عن جد ممتنه لهم فيه. اصدقائي كمان، وكمان الناس اللي بيشتغلوا معي فاكتوري اكس، بتخيل هن اكبر داعم لي. لا يبدو هذا الحجم من العزيمه والتصميم مفاجئا عند شابه بعمر ملاك، اذا ما عرفنا انها احيطت دوما بدعم كبير من العائله والصديقات، فلم تسمع عبارات تحبطها أو تقلل من قدراتها، وكان التشجيع والدعوات بالتوفيق حليفها دوماً. أكبر تحدي لكل الرياديين الموجودين حالياً هو رأس المال. اضطر الواحد إنه يدور على مستثمر، وأحياناً الطريق بتكون أطول شوي، ولازم أنت تستغل النتورك تبعتك وشبكة العلاقات حتى تقدر تلاقي مستثمر اللي هو بيفكر بنفس طريقة تفكيرك، ومش حيكون بيوم من الأيام عقبة. من التحديات الثانية اللي هو لما كنا نعمل بحث، يعني ريسيرش على الانترنت، حابب أعرف مثلا نسب معينة، إحصائيات معينة، كان الإشي دايما كتير يغلبني. فبتخيل إذا في ريادي بيفكر لحل هاي المشكلة كتير رح يريح رياديين تانيين. كمان الخوف إنه الفكرة ما الناس ما تتقبلها، بلكي الوجع هذا موجود لإلي لحالي، بلكي الناس مش محتاجين هذا الشيء. كثير أسئلة على الطريق كانت قبل ما نفتح، اللي هي كانت إنه يعني تشككني إنه ممكن يزبط أو ممكن ما يزبط. وكأي مشروع ريادي واجه فاكتوري إكس تحديات عديدة أشارت لها ملاك بالبنان، متأملة أن يتم تذليل هذه الصعوبات أمام المشاريع الريادية المستقبلية. الطموح لفاكتوري اكس انه يوصل لكل مكان في الضفه الغربيه ويتوسع على المينا ريجن. ما فيش اي شيء او اي سبب منطقي ممكن يوقفنا غير قراراتنا الشخصيه. وانا بتخيل مثل ما نابلس استقبلت فاكتوري اكس بصدر رحب، والناس استوعبت الفكره وحبتها، ما فيش اي سبب يمنعنا بانه احنا نطلع على اماكن زي جنين، زي طول كرم، زي الخليل، زي رام الله. ملاك البغدادي خريجة علم الحاسوب من جامعة النجاح،
لم تصطف يوما في صفوف البطالة ولم تنتظر فرصة من أحد، بل خلقت فرصتها بيديها لتكون نموذجا يحتذى به لغيرها من الشباب وخريجي الجامعات.